فما؟ خايزة أختي خايزة كالعادة. وا في تونس؟ لا في الكونغو. في تونس ملاوين هاي كياسات مسكرة وعجالي محروقة. لازم يحبوا على الزيادة. لا يا أختي الشعب خرج يتظاهر، قالوا لهم ياسر علينا الشهر، ينقصونا نقصونا، كملوا زيدونا في سم الحليب، كملوا زيدونا في سم العظم، شفت الدويات نحيوهم خل نموتوا. على غالب أختي، قال لك البلاد اللي تعمل ثورة يصير فيها هكا. أنا اللي مهبلني، أنا اللي مهبلني، شبيك واقفة بحذايا اليوم؟ شنو سيايا ولينا صاحبات؟ ملا، ثانيا شبيك جيت مأخر للا؟ بكشي مش في بالك متوظفة عند الدولة. هو اصلا انت شو مجيبك اليوم؟ سي نجيب كلمني. سي نجيب؟ سي نجيب نتاعك للا يحكم في روحه. انا عرفتك المباشره، نقول لك وقتاش تجي ووقتاش ما تجيش. هاي هاي خف روحك، خف خف روحك ونقص من التحليق والدواء. هذي عامله شهر معانا هكا، ملي كان تسكر العام شنو ندخل نلقاك محلقه مع للا تضرب في البنت. حسيلو ما نحكي لك ش عملت فيها. احنا هكيك وفيت الحلقة ملا مسلسل. معناها انا جيت مع جينيريكا. والله ايش باش نقول لك، المسألة مخترة خلاص. توا جيبوا ناس خماج ولا يشوف يا يعني معناها معناها ماهمش نظاف خلاص. هذوما ينجموا يحطوا لك العصا في العجله فيما يخص المصادره نتاع رزايقك. كانك علي يا براوي يعملوا لي يظهر لهم، ما عنديش عجالي باش يحطوا فيهم العصا. هي نعرف، اما معناها احنا يلزمنا توا نركحوا الجو ونبيتوا الحس، ما يلزمناش احنا نعملوا فوف على خلاص هكا. شنو بديت الحرب؟ ولات حرب خلاص. ايه ما تخربت عليك يا ابو رامي، يا انا يكون منك انت العقل. ما يلزمناش رانا نحيروا التراب، راهم هذوما ناس لا دين لا مله. ما تخافش عليا، طاح واحد ولقيهم جايين في الثنيه. نانا شكون اللي طاح؟ عبد القادر. عبد القادر؟ سامحني شكون عبد القادر؟ بودبزه. بودبزه؟ كون الدبزه يا براوي. اسمعني، هذاك بالذات شلاكة ما يتهزش بمقص النار خلاص. انا ما فهمتش علاش انت طلعته. هذاك راهو ينجم يعمل كل شيء، راهو كي جربوا على الصحراء ما يتشدش خلاص. وليدات الحلال يا براوي، فما ناس يراو بالعشرة والماء والملح كي قصدتهم ما خيبونيش. اي حتى انتي عملت الخير شوية، راك طلعت برشا ناس. اما سامحني يا نانا مش نسلك، بربي اش قلت لعبد القادر؟ عبد القادر قد ما تكبر ما تكبرش عليا، تقعد ديما في عيني قويدر اللي جيتني نهار قدك قد عتب الداري. بخت خاطر في يومك يرحمها حبيبتي عاونتك وحليت لك البيبان، لخاطر انا مرا نراب العشرة. اسكت خليني نكمل. نقبلها من ناس ما يعرفونيش ونعطيهم الحق، أما منك أنتي لا. أنتي بديت الحرب وفاهم مالا. نجيب هز البوم في يدك. عبد القادر؟ إيش تحب عندي أنتي زاد؟ يظهر لي حبلة. شو؟ يظهر لي حبلة؟ تقولي فيها كأنك تقولي يظهر لي جيعانة. ظهر فيها عرض كبير هذا، مش بخناس. السلع تتشد والألبوم فارغ وجويدة تجيني وللا تقولي يظهر لي حبلة. شو مازال غدوة تمشي تشوف طبيبي يطيح لي الكازي؟ نعم؟
نطيحوا. اي مالاش نعملوا نطيحوا، ما كانش نطيحوا لقدر انا وياك للوقت. عارفي عارفي اش تحب انت زاده يا شك الحم. الحاكم هدى علينا برشا كراهب ومعاهم كلاب ها والناس. جاويده مزروب على الخلاص. باهي عارف اش نعملوا توا، ندخلهم الجماعه ونقول لهم ارجع مره اخرى، خاطرك ماكش في صحنك انت. مرحبا بكم في هذه الليله. يا اللي نحكي لي على زمانك كانت في الماضي، ايامك صغرك واحلامك او في الحاضر، تورخت صواريخ النار او في المستقبل. يا انا نحكي لي اسرار او يا نانا. Nah.